السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا بالتأكيد كثير من الناس المستفيدين ينتظرون هكذا حلقات. حلقات تعنى بشؤون المواطن اليومية، أمورهم، مشاكلهم، معاناتهم، استفساراتهم. ممكن أن خلال هذا البرنامج أن نسعى إلى تحقيق بنسبة معينة من خدمة الناس. حلقة اليوم هي مختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كثير من الناس يتساءلون إمتى تطلع الرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية، راتب. بس خلي التوضيح حتى من بداية البرنامج، هو مو راتب، هو إعانة وليس راتب. هذا مفهوم بصراحة يعني بقصور، كون هو مراتب ثابت مقابل عمل، لكن إعانة إلى أن يجد صاح العاطل عن العمل عمل إلى، أو الحكومة طبعا في مناجل الحكومي وفرت منح مالية لأصحاب في مشروعات قدس مريادة. يمكن من يريد يسوي مشروع خليه يشارك بالآلاف، حسب ما سمعت إحدى الوكالات الصحفية، من وصلت إلى آلاف من الشباب اللي قدموا على مشروع قروض لغرض إنجاز أعمال تحرك سوق العمل. أما اليوم حلقتنا مو حلقة عن سوق العمل، اليوم حلقة عن الحماية الاجتماعية. ضيف حلقتنا ممتن جدا إلى كون دائما ما يستجيب أن ويحضر ويانا كضيف عزيز علينا في برنامج بخدمتكم، السيد أحمد، الدكتور أحمد الموسوي، مدير عام الحماية الاجتماعية. نرحب بك أجمل. أهلا وسهلا بك، تحية لك وجمهورك الكريم، سعيدين بلقاء لك مرة الله أخرى. يحفظكم، شكرا لك مرة أخرى سيد أحمد. دكتور، خلنا نبدأ. يعني إحنا نمر بهاي الأيام بعيد مهم أمانة، العالم كله يحتفل به ما عدا العراق. كان في الفترة السابقة فقط الحكومة تقول نبارك لهم وكذا، نبحث عن حقوقهم. يعني هم الطبقة الكادحة، الطبقة اللي يعتمد هي عماد الحكومات أمانة، أيد العمال. نعم. العمال شو سويتوا وأنتم كوزارة عمل؟ نعم، تحية لك وجمهور الكريم، وتحية وتبريك لكافة العمال الكادحين، سواء أنه وسطت حقوقهم تصل، راح إن شاء الله أنه إطلالة بسيطة على الإجراءات اللي صارت بهذا الملف. دكتور، هذا الملف من أهم الملفات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ربما يضاهي ملف الحماية الاجتماعية ويفوق هذا الملف، على اعتبار أنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل ما تعرف هي وزارة العمل قبل الشؤون الاجتماعية. فمثل ما تعرف، راح أتكلم بكل أمانة، أنه الآن الحكومة الجديدة جعلت مجموعة من الإجراءات الخاصة بهذا الملف. أولى هذه الإجراءات هو الجانب التشريعي، كان هنالك قصور واضح بالجانب التشريعي الذي كانت تحتاجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الملف. الآن الحكومة عملت على ثلاث تعديلات لثلاث قوانين خاصة في مجال العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. واحد من هذه القوانين هو قانون القروض المدررة للدخل، الذي جعلت من كانت سابقا القرض 20 مليون الآن نوعته إلى ثلاثة أنواع، وهذا كان الاستباقة الأولى للدخول في مجال العمل. القانون الثاني هو قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكيفية التعامل مع النقابات وكيفية تصفية الدوائر الخاصة بمجال العمل. والقانون الآخر المهم جدا أنا أعتبره هو القانون أفضل القوانين التي تم تعديلها بعد عام 2003، وهو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي يجعل الطبقة العمالية في العراق منظمة وكافة الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص. هاي الثلاث قوانين المهمة جدا اللي تم تعديلها في المرحلة الحالية، هذا في جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. جيد، عفوا دكتور، حتى ما نغادر هذا الموضوع. نعم. يعني مرجعية العمال تكون في وزارة العمل وفي نقابة العمال؟ شوف، وفي كل الدول اكو ثلاث جهات خاصة على هذا الملف، هو الجانب الحكومي المتمثل الان في وزارة العمل هو وزارة العمل، والجانب النقابي، وكذلك ارباب العمل وهو اتحاد الصناعات الموجودة في العراق.
من الناحية التشريعية الحكومة أكملت ما عليها من خلال التشريعات المهمة الموجودة في القانون. راح أتكلم بكل صراحة، هنالك فوضى في مجال النقابات العمالية الآن. توجد في العراق 13 نقابة عمالية. 13؟ أي نعم، هنالك 13 نقابة في العراق. كل نقابة تقول أني الوريث الشرعي، أنا الممثل، أنا الممثل الشرعي عن العمال في العراق. حتى هذا الموضوع مع بداية الحكومة الحالية من الآن تعاملنا مع ملف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد الوزير مشكورا في هذا الملف ذهب إلى جنيف مقر المديرية العام الخاصة بالأمم المتحدة وكذلك منظمة العمل الدولية التي كانت وصلت إلى مرحلة عدم التعامل مع الحكومة العراقية في ملف النقابات على اعتبار هنالك العديد من الشكاوي في هذا الملف. وكل هذه النقابات بعض منها تجبي حتى مبالغ من العمال، فيحتاج لها الآن إعادة ترتيب الأوراق وتكون مهيئة إلى تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. مثل ما تعرف يوم 13/8 أقر القانون ودخل حيز التنفيذ، لكن الآن توجد تعليمات هذا القانون في مجلس الخدمة أو العفو في الإجراءات الخاصة بالإجراءات التشريعية، خلال أيام راح تعدل هذه التعليمات وتنشر بالجريدة الرسمية حتى يدخل هذا القانون من كافة نواحية. أبرز المعوقات الآن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدم وجود العمال الكافيين الذين سيفتشون عن العمل، على اعتبار أنه الآن هنالك نوعين من الدخول في هذا القانون، هو الاختياري والإجباري. الاختياري كل مواطن يعمل في القطاع الخاص، يعمل في المنزل، يعمل هو يريد يكون له راتب يقدم على الخيار ويروح وانتهى الموضوع. لكن هنالك القطاع المهم الأكبر هو القطاع سواء كان بالجهات العمالة بكافة الآن المطاعم، الآن الأسواق، العمالة الأجنبية والشركات، وكذلك ما يتصل بالعمالة الأجنبية. هذه الملفين يحتاج لها تفكيك. سيد الوزير يعرف قيمة هذه الملفين، الصعوبات التي تواجه وزارة العمل في هذه الملفين على اعتبار الآن حتى سمات الدخول. أتكلم لك هنالك فوضى تشريعية في سمات الدخول، مثلا الآن هيئة الاستثمار تعطي، وزارة الداخلية تعطي، وزارة الخارجية تعطي، وزارة الثقافة تعطي، وزارة العمل أيضا تعطي سمات الدخول للعمالة الأجنبية. الآن أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، هذه الإحصائية شبه رسمية لوزارة العمل. خارج الضوابط؟ أغلبها هي خارج الضوابط. الآن وفق الميزات حتى نفيد المشاهد، وفق الميزات من هذا القانون أنه 50% لأي أي معمل، أي مصنع، أي محل، أي سوبر ماركت، أي شركة أجنبية تعمل في العراق، أي مصفى للنفط، أن يكون هنالك 50% للعمالة العراقية و 50% للعمالة الأجنبية. الآن أغلبها هي لا توجد، لا ما ملتزم بهذا القرار أنه ما عنده 50%. الآن نشوف كل عمالة جانب والعراقيين هم النسبة الأقل. هذا من جانب. من جانب آخر، الحكومة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح تكون بشرى للعمال، هو ارتفاع الراتب 100,000 دينار، وكذلك وفق هذا القانون الحكومة ستكون مسؤولة عن تسديد 8% من مجمل الراتب التقاعد للعمال. توقفات ستدفعها الحكومة، وبالتالي 12% تكون على رب العمل والباقي هو راح يكون على المواطن اللي صاحب العمل. هذه الآن هو ما يدور الآن في ملف العمال اللي مثل ما قبل شوي ذكرت لك يحتاج إعادة ترتيب، وإن شاء الله حال وصول التعليمات راح تكون الإجراءات أكثر انسيابية في مجال العمال. كذلك الجوانب الحكومية الآن مثل ما قبل شوي ذكرت مقدمتك أنه الآن البرامج الخاصة بالمكتب رئيس الوزراء مثل الريادة، وكذلك فرصة اللي أعلنها السيد وزير الشباب والرياضة، وكذلك الآن القروض بالآلاف اللي تعلنها الآن الوزارة بمختلف المجالات. أعتقد هي هذه كلها في مجال العمل، لكن الآن راح يكون المنفذ الأساسي لها هو وصول تعليمات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. أعتبر النقطة الأساسية والمرتكز الأساسي في هذا العمل. التوضيح طبعا أهم للتوضيح. نعم دكتور، أنا أعتذر، قلت لك مدير عام هيئة. نعم أنا أتفاجأ يعني جيد، يعني رئيس هيئة من مسؤول. نعم. مثلا في دائرة معينة مثلا إذا أقل شوية العنوان، وهذا من حقه طبعا العنوان. نعم. أقل أنه مباشرة يقطع
ويعدل العنوان، لكن انت مررتها. انا وين ما ان شاء الله دكتور، انا اي مكان اروح له اقول انا الباحث الاجتماعي في هيئه الحمايه الاجتماعيه. والله بارك، وهذا هذا يعني هو فخر لي كوني ايضا باحث اجتماعي من هاي المؤسسه اللي تخدم الناس، انه خادم لقواعد البيانات والاجراءات الخاصه في هاي الهيئه. من كل قلبي هنيئا لوزاره العمل بك دكتور، امانه يعني اللي عنده هذا الايثار نقول مبارك له والوزارة. الله يحفظكم عزيز. دكتور عزيز، يعني من هم المشمولين يعني من العمال؟ يعني انا راح اسجل لو يا ولو انتم تسجلون من وحدكم، يعني ما دعفتي مش العمال؟ نعم، وفق القانون الجديد اكو نوعين من التسجيل، التسجيل الاختياري، انت مثلا الان تشتغل في مثلا في معمل خبز، انت انه فتحت لك انت مخبز او خياطه في المنزل او سائق تاكسي يريد انه يسجل على قانون التقاعد الاجتماعي، هذا يسمى القانون الاختيار، والان مفتوحه، اكو واجهه مفتوحه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه على صفحه الهيئه، على صفحه الوزارة على صفحه الخاصه بدائره التقاعد والضمان الاجتماعي. لحد الان قدموا اكثر من 3500 اللي قبلوا، وفي ضمن الشروط اللي موجوده هو حدود ال 2500 انه من يحدد الدخل مالته ويحدد الاجراءات، هذا تعرف التعامل، هو من يدفع في صندوق التقاعد الخاص بالعمال مبلغ، وبالتالي الحكومه عند وصولها الى 60 سنه ستكون مجبره على دفع التقاعد 8% من تقاعد العمال. خدمه ايش قد؟ الخدمه ما انه ما عنده خدمه، هو ما راح يشتغل، الخدمه ما راح تكون 15 سنه ومكمل الاجراءات التوقيفات التقاعديه، يصل لمرحله 60 سنه يطلع حال الموظف بالضبط، كل الاجراءات الخاصه بالموظف الان يعني عامله في معمل او هي تعمل في معمل ومضمونه، عندها ولاده او وضع انه هي ملزم صاحب العمل انه هي تكون في إجازة براتب كامل إلى أن نعم إلى أن تكمل إجازة الوضع والولادة ومن ثم تباشر في العمل. كل هاي الإجازات حالها حال أي موظف، إلى حق الإجازة حالها حال الموظف، وبل ذلك أنه الآن في القانون الأخير وضع أنه إذا كان هنالك قطع أراضي للموظفين فهم العمال الشريحة الأساسية في توزيع قطع الأراضي حالها حال أي موظف. ممتاز. يعني الآن الشرائح تم إضافة شريحة جديدة للمشمولين في القطاع الأراضي وهم شريحة العمال في كافة محافظات العراق، أي محافظة تأتي إلى توزيع قطع الأراضي في المحافظة تكون شريحة العمال موجودة، وأول من عمل بها هي محافظة ذي قار بالتوزيع الأخير أعطت نسبة معينة إلى العمال الموجودين. رغم هذا هنالك مصاعب، ذكرت لك أن هنالك مصاعب، هنالك تهرب من أصحاب الأموال وكذلك تهرب من أصحاب المعامل بعد أول شيء عدم تسجيل النسبة 50% وكذلك عدم الإفصاح عن الراتب. الآن أي مول أي ندخله تلقاهم كلهم راتبهم 320، ما راح يقول لك مثلا واحد يأخذ راتبه مثلا 700 حتى شنو حتى أنه يعطي مبالغ أقل انه في الضمان الاجتماعي، وهذا التهرب. شلون تستدلون على هذا؟ يعني ماكو، يعني تدخل لك على معمل او معملين ثلاثه، مو الان وفق القانون اقل راتب هو 320 الف دينار، فهو يلتزم بال 320 حتى انه راح يكون حتى يتهرب من الاجراء. كذلك انه هذا الجهد للامانه لا يحتاج فقط انه جهد وزاره العمل، الان هذا القانون وهذا التشريع الذي الدوله التزمت به وعدلت هذا القانون يحتاج كل الجهات تشترك به، كل يعني حتى القنوات الفضائيه تشترك به، انه تلزم انه تعطي حقوق العمال داخلها، لانه باكر. وكذلك اكو نقطه جدا مهمه هو اصابات العمال في هذا المجال. الان لدينا دائره خاصه هي دائره الصحه والسلامه المهنيه، هي المسؤوله عن سلامه الموظف او سلامه العامل داخل المؤسسه البيئه، وحتى تضمن انه يعمل بصوره صحيحه وكذلك توفير الاجراءات الامنه له. لا نشوف كل اصابات العمال، مسكين ينصاب ويطلع من دون اي راتب. صحيح. الان القانون يضمن له حتى اذا كانت هنالك اصابه انه القانون يعطيه مبلغ. هذا يحتاج ايضا ثوره من العمال على رب العمل حتى انه يكون هو يلتزم بدفع التوقيفات التقاعديه مالتهم. يطرد. نعم، لا، وفق القانون يروح يقيم عليه دعوه، وكذلك وزاره العمل هي تلتزم في هنالك محكمه العمل. تروح ماكو بعد يعني عامل يطرد رب العمل من دون اسباب، لازم يبين الاسباب الى وزاره العمل انه ينهي الخدمات بها. نعم انه راح يسبب له مشاكل هو، لكن هو وفق هاي البيئه وهذا القانون اللي يحتاج له الى تطبيق سليم لاجراءاته انه رب العمل هو بعد ما يس
يستطيع انه يطرد العامل اذا ماكو هنا لك اسباب موجبه، يرفعها الى وزاره العمل وتوافق عليها وزاره العمل، يلا يتم هناك انتهاء خدمات العامل. طبعا لاهميه الموضوع احنا خلينا ناخذ وقت فيه بصراحه. نعم. دكتور يعني انا كسائق تاكسي، نعم، او عندي تشامبر مال جيجاير، نعم، انا دا اسجل على النقابة او على الضمان، نعم، العمال الاستقطاع او التوقفات التقاعدية ايش قد تاخذون نسبة منها؟ انا يعني يا دوب يمكن تدخل لي مثلا بالشهر 200,000. نعم تدفع 12%. اها من نعم. من كل من كل المبلغ. شو تقيسوها انتم؟ هو يجي يقول انا قاعد اورد شهريا الى نفسي مثلا 200,000، راتبي 200,000، الدولة تاخذ منك 12%، هذا يفتح حساب باسمك في الوزارة وتاخذ منك هذا المبلغ، وعند وصول مرحله التقاعد اكملت ال 18 15. على قضيه الاستقطاعات انت قد دفعت، هو راح يعطيك 8% من ما انت صرحت عنه. فهذا اللي جاي يقول لك انه الان الاجراءات الخاصه بهذا المجال اجراءات جيده جدا، والان اعتبر الحكومه كانت مصيبه في وضع هذا القانون والاستعجال في تشريعه او اعاده تعديله، لكن انه يحتاج وقفه من هاي ارباب العمل، من سواء كانت الجهه الرقابيه اللي هي وزاره العمل وكذلك النقابات، اللي يحتاج انه تمون على نفس النقابات وتخرج من بوتقه الصراع فيما بينها، حتى تكون هي الراعي الرسمي وهي مدافعه عن العمال وكذلك ارباب العمل اللي هو يتمثل الان في العراق في اتحاد الصناعات. وفقكم الله ان شاء الله. دكتور الناس تسأل تقول طلعت ان الرعايه او نعم. الحمايه لا، راحت اسمانا بقى على الكي كارت، ناس تقول بعد ماكو وجبه، نعم، ناس يقولون ورا الموازنه، ناس يقولون هسه الجواب وين؟ نعم دكتور هذا الملف مهم جدا، تعرف انت سنه 23 وما حدثت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومساعده الدوله ككل، وهذا واجبها انه مو منا على المواطن، واصدار اكثر من 900,000 بطاقه حتى في البرنامج الحكومي، انت ما تقدر تعوضه في سنه ال 24 وسنه ال 25 على اعتبار انه هي موازنه ثلاثيه، هاي من جانب. من جانب اخر وزارة العمل تعمل وفق مخرجات المسوحات اللي تقومها وزارة التخطيط. العمل الآن في وزارة العمل مو اعتباطي، مو هيئة الحماية الاجتماعية انه كيف يعني اشمل مهما تقدموا انا اجي اشملهم واعلن انه شملت. الآن في كل الوزارات اكو مثلا اذا اعلن عن درجات وظيفية عدد محدد، انه مبالغ معينة وعدد محدد. الضابطة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو نسب الفقر، صح. نسب الفقر في كل محافظة في كل قضاء يحتاجها القبل. اللي شملناهم الآن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السنة الماضية هم 900,000. الآن أعداد المشمولين المستمرة إعاناتهم هو 2,153,000 أسرة. أسرة؟ نعم، ما يعادل 7,600,000 فرد مشمول بالحماية الاجتماعية. لأول مرة هيئة الحماية الاجتماعية تصل إلى التغطية اللي أعلنتها وزارة التخطيط بنسب الفقر في كل المحافظات. الآن نجي على إجابة سؤالك. احنا الان عندنا في قاعه البيانات الذي ينتظرون اصدار الكي كارد هم عددهم 1,150,000 أسرة تنتظر شمولها بإعانة الحمايه الاجتماعيه. احنا عندنا ملف تقاطع البيانات اللي سابقا طلعنا بحلقه وشرحنا، صحيح. اخر تحديث لهذا الملف انه وصلنا الى اكثر من 230,000 موظف ومتقاعد تم اخراجه من الحمايه الاجتماعيه. لدينا الآن المسترد نقدا في صندوق الحماية الاجتماعية حوالي 90 مليار دينار، وكمجمل المقسط على قاعة البيانات يتجاوز 200 مليار، مع 90 مليار النقد الموجودة في قاعة البيانات. هذول لازم شلون قسطوها؟ نعم عندنا في قانون، عندنا يعني القرار لمجلس الوزراء يسمح بتقسيطها على 10 سنوات، بس ما يكفي، مستحيل. أي اطفاء فقط لذوي الشهداء في ازدواج الاعانه، غير هذا انه لا يطفي. هذه تسمى من الديون الممتازه، حتى سيد الوزير وحتى ما عنده صلاحية، نعم، حتى انه مرات يضغطون على سيد الوزير حتى يعني يروحون الى دوله رئيس الوزراء يطفي لي 11 و12، ويعرف انه هذه الاموال هي تسمى من المبالغ الممتازه التي لا توجد صلاحيه لاي مسؤول ولاي قانون اطفائها. فبالتالي ان شاء الله تعالى احنا ننتظر تخصيصاتنا الماليه سنه 24،
وما ما ستأتي به الموازنة. والآن وصلنا إلى مراحل تعديل سقوف الموازنة إن شاء الله. ما تأتي من هذه الأموال مع الأموال المدورة والأموال المستردة راح يكون مبلغ حتى نعلن على الاستراتيجية الخاصة بإطلاق وجبات جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي. لكن نحن الآن ما توقفنا الآن شمول أكو مش ما نسلم كيكات. البحث الاجتماعي مستمر. شملنا الآن وجبتين. الوجبة الأولى بالبحث الاجتماعي هم أمراض الكلى، أمراض السرطانية، أيضا نفذنا مسح الميداني وكملنا الفقرة الأولى أو المرحلة الأولى من المتقدمين من أطفال السكري اللي حصلنا قرار بشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية. 300 أيضا كانوا هم موجودين. وكملنا البحث الاجتماعي، كانت عندنا بحدود 3000 حالة. الآن أطفال السكري بحثنا الطلبات الورقية اللي جاءت مع قرار مجلس الوزراء الأخير. الآن يمكن الأسبوع هذا الأسبوع يمكن هاي ما أعلن عنه سابقا حتكون من حلقتك، راح إن شاء الله سيد الوزير راح يعلن عن إطلاق البحث الاجتماعي لأطفال السكري متقدمين على النافذة الإلكترونية. يمكن اليوم كملنا المقاطعة مالتهم، راح نطلق البحث الاجتماعي هذا الأسبوع وعددهم تجاوز 28,000. راح نطلق عليهم البحث الاجتماعي أطفال السكري وما يعانونه الحقيقة، مهما أنه نصف معاناتهم الطفل هذا يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى هذا الإنسولين والأبر وكذلك الجهاز الخاص، وهي مبالغ كبيرة. أنه إن شاء الله راح تكون هي فاتحة خير أنه في إجراء البحث الاجتماعي لهم حتى إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم هذا اليوم يعني سبت. اليوم سبت نعم إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع راح نطلق البحث الاجتماعي لأمراض بغداد والمحافظات. نعم كل المحافظات اللي قدموا على النافذة الإلكترونية راح نطلق البحث الاجتماعي لهم. أحسنتم جزاكم الله خير. بيان السنوي. نعم هذا عقده طبعا هذا عقده من الفي من تاسيس القانون وقبل تاسيس القانون هو بيان السنوي. الان موجود البيان السنوي مو فقط في هيئه الحمايه الاجتماعيه، واثبات الحياه ايضا موجود في هيئه التقاعد الوطنيه وكل الدوائر اللي تصرف مبالغ انه يحتاج لها بيان سنوي. فالان طبعا مثل ما تعرف سابقا يجيب الفايل ماله وانت شايفها يظل واقف بالشمس او واقف بالبريد يريد يقدم بيان سنوي حتى لا تنقطع الاعانه. الان تطبيق من خلال التليفون اي مواطن الان يقدر يقدم البيان السنوي. يعني ما يراجع انه يقدم البيان السنوي مالته من خلال التليفون، يحدث بياناته اذا كان عنده وفيات، اذا كان واحد من اولاده عبر 18 سنه، اذا كان عنده ولادات جديده راح يحصل بها مبالغ. هو يعني كل ما نضيف له فرد جديد هو راح يتحصل مبلغ جديد بالحمايه. وين يروح المواطن؟ وين يروح؟ الان يدخل على الرابط الالكتروني مظلتي ويحدث عناوينه، راح يلقى بياناته مظلتي انه راح يلقى بيانات جاهزه، فقط يعدل في حال وكون اكو هنالك لا سمح الله وفيات او انه عنده ولاده جديده او عندنا ولادات. خير من الله، لان احنا الان خلال من 1/10 لغايه الان اضفنا 622,000 فرد جديد على اعانه الحمايه الاجتماعيه، وهذا على حد 1/10. نعم هذا لم يحدث سابقا في العراق. اللهم زدوه. هذا عدد كبير جدا، اضفنا اكثر من 622 فرد جديد على اعانه الحمايه الاجتماعيه، هذا عدد كبير جدا. وبالتالي حتى الاعداد جميع الاعداد اللي الان هم يشملون ويتم اضافتهم، اول شيء اذا كان قبل 18 سنه يستحق اعانه نقديه، اذا كان فوق 18 سنه يستحق الضمان، فوق 18 سنه يستحق كل الاجراءات الخاصه بالاجراءات بالتربيه من اطفاء الديون، كذلك المنحه الطلابيه له سواء كان بالاعداديه او المتوسطه، وحتى اذا كان في الجامعه اذا كان اسمه موجود في الحمايه الاجتماعيه كل هاي الامتيازات هو راح يحصل عليها، وكذلك السله الغذائيه كل هاي راح يحصل عليه في حال اضافته في اعانه الحمايه الاجتماعيه. ومن خلالك هاي رساله انه المواطنين اعطيناهم شهر اخير، في حال عدم المراجعة وفي حال عدم إضافة بياناته ستوقف الإعانة عنه احترازياً، لأن هذا صرف مخالف للقانون. ودعوة أنه المواطن فقط يراجع أي يقدم على الإلكترون ويسحب الورقة ويسلمها إلى أي لجنة فرعية. الآن عندنا أكثر من 322 لجنة، قبل تشكيل الحكومة كان 120 لجنة، الآن 322 لجنة موجودة في كل المناطق. أي الآن يعني مجلس بلدي راح تلقى هنالك لجنه للرعايه الاجتماعيه يسلم الورقه وانتهى الموضوع حتى تحدث بياناته ويتجنب قطع الاعانه. جيد. يعني دكتور اذا مثلا رب الاسره اللي هو ابو الاعانه توفى والبيان السنوي شنو حتى تحدث حياته كذا عن طريق هذا التطبيق
نعم. شو راح يثبت وجوده يعني؟ الآن هو طبعاً أنت الآن إحنا يمكن الدائرة الوحيدة اللي يعانى ما تنطلق إلا من خلال بصمة الشخص، إذا توفى مباشرة توقفت الإعانة عنه. فالآن وفق القانون هو يستحق نقلها إلى زوجته، مجرد تجي زوجته تقدم شهادة الوفاة تنقل الإعانة من الزوج إلى الزوجة. قصد البيان السنوي. نعم البيان. هذا حدث من البيت. نعم ابني حدث أي واحد وأنا متوفي مثلا. أي ما راح يستلم حتى إذا حدث ما راح يستلم. شو راح تثبت إنه حياته موجودة؟ لا هو إحنا ليش يريد يحدث؟ حتى يحدث ويجي الآن إذا هو ما حدث بياناته. يعني يحدث عن طريق الموبايل وبعدين يرجع يراجع. يحدث يسحب الاستمارة يجي رب الأسرة يثبت إنه عدل. إضافة لهذا هو حتى إذا ما أجي حدث وما راجع. الإعانة مالته ما راح يقدر يستلمها على اعتبار انه البصمة مالته، فهو طبعا. اول تالي لازم يحدث، اذا ما حدث توقف عنا الإعانة. احنا لحد الان الدائرة الوحيدة تتعامل بالبصمة حتى تكشف المزورين وانتحال الشخصية اللي عندنا الالاف كانت هنالك من الحالات تم كشفها انه البصمة والصورة لشخص والمستمسكات لشخص اخر. عندكم حالات؟ نعم هنالك حالات تزوير وهنالك حالات انتحال صفة كانت بالالاف موجودة الحماية الاجتماعية، الحمد لله والشكر الآن وصلت إلى صفر، إنه كان الآن سابقا إلى كل إعانة وقفت 3000 و 4000 من هذه الحالات، الآن وصلت إلى صفر، إنه قضينا على كل العمليات الانتحال الإلكتروني اللي كانت تحدث في قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية. هذا تعاون يعني وزارة الداخلية كذا مثلا؟ نعم تعاون وزارات؟ نعم الآن مقاطعة بيانات مع وزارة الصحة. وزارة الصحة عندهم مقاطعة بيانات مع جهاز الأمن الوطني مع جهاز المخابرات، حتى المواطن اللي خارج يعني اللي سافر خارج العراق يبين عندنا في قاعدة البيانات انه سافر خارج العراق. زين اكو عندكم قرار مثل ضريبة مثلا اللي يريد يسافر نعم ومطلوب إعانة مثلا ما مسدد ممكن نعم. توقفوه؟ اكو ايش خبر هذا؟ نعم اذا كان مطلوب الى هيئة الحماية الاجتماعية مبالغ متجاوزة على هيئة الحماية الاجتماعية يتم يعني المرحلة الأخيرة في حال انه نقيم عليه دعوة قضائية، في حال عدم استرداد المبالغ يتم حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الى ان يسترد جميع الأموال الخاصة المتجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية. بالنسبة للدكتور المنحة المدارس والجامعات شنو نعم. صارت؟ أحسنتم هذا الملف طبعا مهم جدا، احنا لغاية الآن وزعنا 5 أشهر الشهر 10 و11 و12 يعني باشرتوا توزيع طبعا، والآن تم توزيع الشهر الأول والثاني، الآن المواطنين يطلبون 2 شهر الثالث والرابع على اعتبار الخامس يتم احتسابه مع الشهر السادس. إنه مبالغ كبيرة جدا لغاية الآن، كل شهر وصلت المبالغ الطلابية إلى أكثر من 82 مليار دينار شهريا المنح الطلابية في وزارة التربية. والشيء الجديد بدينا ب1,850,000 طالب إنه كانوا مسجلين على المنحة يوم واحد بالشهر يوم الخميس الماضي كان يعني قبل أمس، وزعنا إلى شهر الثاني شهر شباط ووزعنا إعانة الحماية الاجتماعية لشهر الخامس، كان عددهم 1,350,000 طالب ضمن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية تم استلامهم المنحة الطلابية. كذلك الجامعات عندنا بحدود 20,000 استفادوا 3 أشهر الأولى من الإعانة، هم يطلبون الآن 4 أشهر، عندنا تواصل مع وزارة التعليم العالي إن شاء الله خلال الأيام المقبلة راح أيضا تصرف المبالغ، مبالغ إن شاء الله تكون جيدة، و100,000 دينار للبكالوريوس و150,000 دينار للماجستير والدكتوراة ولحد كتابة مرحلة الدكتوراة طبعا، حتى إلى أن المرحلة الأصغرية هي ضمن هاي المرحلة يتم يعني الحكومة مسؤولة عن دفع هاي المبالغ الخاصة بالمنح الطلابي. مبالغ يعني قرار كان جيد جدا، الآن متوسط سقف الإعانة ارتفع من 275,000 دينار إذا في حال الآن مع المنحة الطلابية يصل إلى 450,000 دينار ومع كذلك السلة الغذائية يعبر 500,000 دينار. الآن السلات الغذائية أيضا هذا ملف مهم جدا، وزعنا الحد الشهر الرابع، كملنا القطع مع السلة الغذائية الشهر الرابع ل7,600,000 مواطن استلموا السلة الغذائية. والشيء الجيد في هذا الموضوع أنه هي مستمرة، ومتوسط الفرد الواحد من السلة الغذائية 15,000 دينار، فبالتالي أنه يحقق مبلغ جيدا. وأبو الرعاية الاجتماعية طبعا يستلم سلتين،
سلة مع المواطن كمواطن وسلة أنه في الحماية الاجتماعية. فهذا أيضا أكو مميزات لو نفس النوعية يعني. لا المواطن يستلم 5 مواد المواطن العادي، المواطن في الحماية الاجتماعية يستلم 7 مواد ممتاز. إضافة إلى المنحطة اللابية الخاصة به اللي بتوزعها الحكومة من خلال الكيكارت المستفيدين الحماية الاجتماعية اللي مبلغها يعني يصل عندنا واحد بالأنبار عنده 13 طفل وكلهم بالمدارس استلموا يعني بحدود الإعانة ما توصلت إلى أكثر من 1,200,000 دينار ما شاء الله ما شاء الله. هاي أنت قاعد تدعو إلى إنجاب يعني. لا مو قصة الآن أنه هذا أنه الحكومة هي مسؤولة عن كل فرد داخل الأسرة المشمولين بالحماية الاجتماعية. طبعا هو هذا الإنجاب هو كشيء داخل الفرد الأسرة، لأن الآن مع التقنين أنه الآن بعض العوائل الفقيرة تجي وتلقاها عدة 7 و8 أنه ثقافة، الثقافة الأسرية الآن يحتاج لها كل المجتمع يتكاتف هذا الموضوع، الجامعة وكذلك المدرسة كلها تكاتف، لكن كواجبات للحكومة أنه تعطي لجميع أفراد الأسرة. صح. أكو خصم دراسات دولية عندكم هيك يعني؟ نعم طبعا عندنا قرارين اللي الأسبوع الماضي صدرت، أنه كان سابقا المشمول بالحماية الاجتماعية ابنه إذا كان في المسائي إلى خصم 50%، إذا كان مثلاً 3 ملايين 4 ملايين القسط مسائي. عفواً عفواً نعم مسائي يعني حتى كليات؟ كل الكليات أبناء المشمولين بالحماية الاجتماعية في الدراسة المسائية مشمولين بالخصم 50%. هذا القرار نهاية السنة يعني السنة الماضية اتخذه واستمر. حصلنا قرار جديد للحماية الاجتماعية أبناهم بالصباح الموازي وكذلك الدراسات الدولية خصم أيضا 50%. تعرف الآن الدراسات الموازية مبالغها كبيرة، 3 ملايين و4 ملايين، كون نحن أيضا من الطبقة الجامعية فنعرف هاي المبالغ كبيرة جدا. 50%. نعم حصلنا قرار خصم مع بداية السنة المقبلة إن شاء الله راح يبدأ التسجيل إلها في الأشهر المقبلة راح يكون خصم 50%. بالتالي كل الدراسات الصباحية والمسائية والدولية يعني المشمولة بالحماية الاجتماعية هي خصم 50%. عرفت سؤال علي من رأيكم؟ نعم. شو الدولية؟ أكو بعض الإجراءات الخاصة بوزارة التعليم العالي، أكو أقسام هي الدولية أو السياسات الخاصة الدولية فهو يكون لها خصم 50%. ها الدراسات يعني خاصة بالشأن الدولي يعني مثلاً؟ لا أكو بعض الأقسام خاصة بهذا الشأن، هم فتحوها وزارة التعليم العالي ولها اتصالات بهذا الشأن إنه نوع من الدراسات أيضاً حصلنا خصم 50% لهذا النوع من الدراسات. يعني هاي اتفاقكم مع وزارة العمل العفو التعليم العالي طبعا الآن كل بروتوكولات تعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي قاعدة بياناتهم، وللأمانة هي كلها تسهيلات من دولة رئيس الوزراء وهو المسؤول عن هذا الملف في الخصومات، والسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع الآن كل الوزارات الآن هي عندها بعض الخصومات وبعض الإجراءات الخاصة بمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي بتزايد إنه اعتبارهم هي الشريحة الأكثر تضررا وهي الأكثر موجودة بقاعدة بيان. راح أتكلم لك كلام يمكن أول مرة نتكلم له. الآن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية من أفضل قواعد البيانات الموجودة في العراق الآن. مثل إذا تجي حتى قاعدة بيانات الطلابية في الجامعات، قاعدة البيانات في يعني في المدارس غير كاملة، قاعدة بيانات حتى في البطاقة التموينية ما راح تلقاها كاملة، لكن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية هي كاملة. الاسم الثلاثي، اسم الأم، كافة الإجراءات، حتى عنوان السكن، حتى أرقام الهواتف، حتى الجي بي إس مال الأسرة موجود في قاعدة البيانات. فبالتالي هو يعطيك أرضية خصبة لأي قرار تتخذ الحكومة في توزيع خصومات أو توزيع سلات غذائية أو توزيع أي قرار خاص بقطع أراضي أو غيرها من القرارات. فبالتالي قاعدة الحماية الاجتماعية وكذلك هي القاعدة من أفضل قواعد البيانات، هي لا توجد بها مثلاً تحايل من خلال الوفيات على اعتبار انه يبين الوفيات، وكذلك انه الازدواجات خفت، التقاطعات الوظيفيه ما سويناها بال 23 خففت عمليه التجاوز على الحمايه الاجتماعيه. بالتالي هي قاعده بيانات ممتازه لتوزيع او ما رسمته الحكومه من خلال برنامج الحكومه. يعني احنا بدنا نشوف اكو عطاء كبير
من الحكومة لوزارة العمل. نعم. يعني أنتم هم محظوظين وزيركم السابق صار رئيس وزراء. نعم. ثم مباشر صار بوزارة. شوف هذا الموضوع جدا مهم. الآن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وكذلك الفئات اللي تعنى بها الحماية الاجتماعية رغم هذا أنه يحتاج لها المزيد من العطاء. أنه أنت عندك 7,600,000، عندك 1,100,000 أسرة تنتظر. عندك كبير. المعاقين 320,000، عندك العمال 300,000، عندك قاعدة بيانات العاطلين عن العمل في دائرة التقاعد أو كذلك دائرة العمل بحدود 1,000,000. فكل هاي هم الآن تعطي لعانات أو هاي الفئات الهشة في وزارة العمل. أعتقد هي أكثر من نصف الشعب العراقي في وزارة العمل شو الاجتماعي، فيحتاج لها المزيد من العطاء. وصل إلى 8,000,000 تقريبا مستفيد، وعندك 1,200,000 أسرة. يعني راح يعبر 10,000,000. طبعا راح يعبر ال 11,000,000 مع المعاقين الآن الموجودين في قاعدة بيانات ذوي الإعاقة اللي عددهم أكثر من 322,000. يعبر ال 11 إلى 12,000,000 هم فقط الجانب الحماية الاجتماعية المشمولين في هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الإعاقة، واللي جاء أصلا بهم إخبار من وزارة التخطيط بأنهم تحت خط الفقر. نعم. الآن راح أتكلم بكل صراحة، يمكن ما عليها بالأول مرة، لا توجد أسرة واحدة وأنا مسؤول عن هالكلام في قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية تم شمولها بالحماية الاجتماعية ما لم تذهب بياناتها إلى وزارة التخطيط وترجع من وزارة التخطيط وبكتاب رسمي أنها دون خط الفقر. لغاية الآن من تأسست شبكة الحماية الاجتماعية لغاية الآن ما توجد أسرة إذا ما خضعت لمعيار خط الفقر في وزارة التخطيط. أحسنت. دكتور، ضمان الاجتماعي وين وصلتوا به؟ هذا مشروع مهم بالنسبة للحماية الاجتماعية. نعم. الآن الضمان الاجتماعي طبعا من القرارات المهمة والقرارات اللي جريئة اتخذتها الحكومة. الآن هي حتى الآن هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة الآن تبلي بلاء حسن مع تشريع قانون الجديد الضمان الصحي. الأعداد المشمولين في هذا القانون هو 183,000 المشمولين في المرحلة الأولى. الآن خلال إن شاء الله أسبوعين سيتم شمول 200,000 فرد إضافي إلى هذا القانون، راح يكون العدد 383,000 مشمول. بعدة امتيازات ونحتاج منك شرط. استفادوا هم منها؟ كل العمليات في الأجنحة الخاصة، كل الرقود في الأجنحة الخاصة، كل عمليات المعاينة، كل عمليات زراعة الأسنان، حتى فيها بعض العمليات التجميلية في الأجنحة الخاصة في وزارة الصحة بالمجان لمستفيدي الحماية الاجتماعية. الآن حتى مثلا امرأة حامل بالحماية الاجتماعية المبلغ تعرف الآن في الأجنحة الخاصة 800,000 و850,000 ويصل إلى 1,000,000 و200,000 في بعض المستشفيات الحكومية. الحماية الاجتماعية مشمول بالكامل، خصم بالكامل، حتى تسليم الدواء، حتى فترة النقاهة ما بعد تسليم الدواء هو يكون لهذه العدد اللي أعلننا عنه 183,000 يكون بالمجان. فقط أنه شيء يريد واحد من المواطن أنه يجي يفتح دفتر صحي، يكون وين؟ العدة الآن موجودة على موقع الوزارة، عدة 32 مركز الاستقبال للمستفيدين 183، وإن شاء الله بعد كم يوم السيد وزير الصحة وافق على شمول 200,000 إضافية إنه يراجع يفتح يفتح سجل صحي إلى والعائلته، كل مواطن إلى سجل صحي، وهذا يتم ربطه في قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وربطه في قاعدة بيانات أور في مكتب رئيس الوزراء حتى يتابع الإجراءات الخاصة في بغداد إن شاء الله. ال 120 مو قلت له الوجبة 183,000 وسيضاف لها 200,000. نعم. هذول يعني عشوائي أنتم اختاريتوا لهم؟ لا طبعا. يعني يتم التقسيم وفق نسب الفقر. الآن أجي على قاعدة بيانات وزارة التخطيط أقول لهم طلعوا لي من هم أشد فقرا في بغداد، يجيني يقول لي مثلا هاي العائلة عندها 5 أفراد تسكن في قضاء أشد فقرا في بغداد، فبالتالي يتم الاختيار من قاعدة البيانات الأشد فقرا في بغداد وحسب نسب الكثافة السكانية وكذلك نسب الفقر في كل قضاء. الخطة الطموحة للضمان الصحي خلال هذا العام 24 قد الشمول؟ شو لحد الآن احنا ضمننا إن شاء الله ل 328 يعني 383,000، يعني نطمح إن شاء الله نصل نصف مليون هاي السنة حتى نكمل جميع المستفيدين الحماية الاجتماعية السنة المقبلة. أحسنتم. عندنا تعديل قانون ذوي الإعاقة. نعم، هذا القانون جدا مهم، قانون 38. الآن
دكتور مع التعديل هذا القانون سيرسم سياسة خاصة لهذه ذوي الإعاقة، هنالك العديد من الامتيازات في هذا القانون في كل مؤسسات الدولة، يضمن حتى في التعيين، يضمن حتى في الإجازات الخاصة، إجازات الدراسية، في حتى حصول، الآن تعرف كان مقعد واحد لحصولهم على الدكتوراه الآن صار مقعدين. نعم، كذلك الإمتيازات الخاصة بالسفر، هو ومن يرافقه خلال السنة لك حق مرتين تسافر 50%. كذلك بامتيازات أخرى وهو ممكن الأهم اللي يدور عليها المواطن، هو رفع الراتب من 175,000 دينار إلى 250,000 دينار الآن، من 180 إلى 250,000 دينار مع يعني نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعني هو كمل التعديل مالته وأرسل صوت على التعديل الأسبوع الماضي، قبل الأسبوع الماضي، والآن أرسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره ونشره بجريدة رسمية. الوقائع راح يدخل حيز التنفيذ، وكل هاي الامتيازات جاهزين أنتم مبالغ؟ الآن المبالغ وضعت في الموازنة، لكن أكو موضوع جدا مهم هو من ناحية الحماية الاجتماعية. أول شيء جميع المستفيدين المعاقين في الحماية الاجتماعية راح يستلمون امتيازات هذا القانون. هاي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، يمكن هاي كل المواطنين يبحثون عنها، مستفيدي الحماية الاجتماعية لهم الحق الجمع بين مع راتب المعين. يعني هو معين وعنده معاق، يستلم راتب المعين إلى حق يستلم راتب إعانة الحماية الاجتماعية، يكون إلى ازدواج، وهذا أعطي الحق لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. جيد، أكو بعد امتيازات إلى ذوي الإعاقة؟ نعم، حتى الموظفين إنه إذا عنده معاق يقدر يأخذ إجازة، انه الاجازه الخاصه بذوي الاعاقه حتى يرافق المعاق مالته. وكذلك مثل ما تعرف الان الاجازه سياره دون المدين، يعني هو يتم اعفائها من الجمرك والضريبه. واجازات السفر، اجازات الطلابيه، كذلك ضمان صحي، طبعا كلهم مشمولين بضمان الصحي وقطع الاراضي. لكن انا والموضوع المهم جدا الخاص بالهيئه وبالقانون، اسسه إلى مركز تكنولوجيا المعلومات جديد، دائرة جديدة في هاي الهيئة، وكذلك مبلغ مالي لغرض تقوية قاعة التبيهات. تعرف أنت الآن هذا العدد وهذا الكم من الامتيازات اللي حصل ذوي الإعاقة واحتياجات خاصة، يحتاج لقاعدة بيانات رصينة حتى تكون تواكب عمل الحكومة في كافة القطاعات. لا أكو إضافة جديدة. نعم، مجمعات التسويقية، شنو هاي الجديدة؟ هذا بعد ما تكلمين عنه بس وياك. نعم، كنا نتذكر سابقا الأسواق المركزية، أسواق 13 شعب. نعم، هاي المرة راح يصير بشكل جديد. الآن وزارة التجارة راح تفتح ابتداء 4 أسواق مركزية كبيرة في بغداد، راح تكون حسب الاتفاق والمحاضر اللي إن شاء الله راح توقع. مبدئيا راح نغششك شوي، 50% خصم لكافة مستفيدي الحماية الاجتماعية حسب الاتفاق. أي سلعة بالسوق تكون سعرها مثلاً 3,000 دينار، سعرها 5,000 دينار، يكون خصم 50% لمستفيدي الحماية الاجتماعية. وأيضاً الحماية الاجتماعية راح تصير على فئات، لأن ما نقدر نسويها كل الفئات. مثلاً ذوي الإعاقة هم راح تكون لهم الحصة الكبيرة، 50% خصم لكل المواد. الأرامل والأيتام المطلقات راح تكون 40%، وكذلك تأدي الفئات الأخرى تصل إلى 20% خصومات. يعني الملف الأهم اللي ركزنا عليه هو قاعدة البيانات. اتفقنا على آلية الربط قواعد البيانات، كل سوق راح يجي المواطن من خلال الكي كارد مالته يسوق، الدفع الإلكتروني راح يسوق، مثلا يستلم الإعانة مالته هو أفراد عائلته، ومو مبلغ كبير، خلينا نقول مثلا 250,000 دينار، فهو يقدر يروح برأس الشهر يسوق انه هاي الإعانة مالته. وكذلك الدفع بالآجل راح يكون ايضا واحدة من هالمواضيع، الدفع بالآجل. اختارينا آخر 5 أيام، يعني من يوم 26 إلى يوم 30، هو يضمن أنه الإعانة مالته راح تكون موجودة، يقدر يروح يسوق بالآجل وتخصم من الإعانة مالته. هم جادين بفتح الأسواق؟ نعم، وصلت إلى مراحل متقدمة الآن. شاكو شغل بي يعني؟ نعم، الأول واحد من الأسواق في منطقة الشعب، سوق أسواق الشعب نفسه؟ نعم، هو هذا راح يفتح إلى يعني يكون مخصص هو لكل المواطنين، لكن الخصومات راح تكون لهيئة الحماية الاجتماعية. والآن حتى احنا طلبنا انه تكون بعض العربات وغيرها من الاجراءات الخاصه للمعوقين، هم بداوا الان باستيرادها. طبعا هم ايضا هم بجانب ربحي الى وزاره، على اعتبار انه هي راح تكون معفيه من الجمرك، معفيه من الاجراءات الخاصه بالنقل، فايضا هم راح التعاقد المباشر. طبعا التعاقد عندهم
التعاقدية، فبالتالي هي فسحة لهذه الطبقة الهشة انه تكون الخدمات إضافية لهم. احسنت دكتور، تعبتك. لا بخدمتكم بعيد، خليتك على تسرع اكثر حتى اكمل ان شاء الله الأسئلة. فدنا المواطنين أكيد. ان شاء الله بها الملفات كلها مهمه، يمكن كل ملف من هاي الملفات فعلا. يحتاج لحلقة. لكن هي الان الاسئله للمواطنين على هاي الملفات ان شاء الله نكون وفقنا وياكم على اجابه عنها. احسنتم دكتور احمد الموسوي، رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا لحضورك وفرحتنا والله بمجموعه من التفاصيل مهمه للاخوان المستفيدين في الحمايه الاجتماعيه. انا جدا ممنون منك واخ عزيز دكتور، وانا دائما ان شاء الله افضل انه وياك حتى يكون خدمه المواطنين حتى نوصل هاي الفكره لجميع المواطنين. شهادة اعتز بها حبيب قلبي، شكرا جزيلا وسلام للامعال الوزير ولكافه الاخوان في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام، لعلنا قد وفقنا في تقديم تفاصيل دقيقة مهمة وحساسة ويحتاج لها المواطن خاصة عبر وسائل الإعلام، مواضيع جديدة ليست مطروقة، بل يمكن العمل بها يكون غدا يوم الأحد، وهذا شيء واجبنا كإعلامي نظر لكم جميع التفاصيل اللي تخدمكم إن شاء الله بالأول وأخيرا. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات كادر البرنامج والأخوة في العلاقات، وتقبلوا تحياتي أنا معدو مقدم برنامج حازم الحربي. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.